Symptomatic camera laparoscopic cholecystic.
هي عندها بول ستونز اوتوماتيك تعمل لابروسكوب بول ستيك. طب اللي عنده بول ستونز اسيمبتوماتيك نعمله ولا ما نعملوش؟ بول ستونز اسيمبتوماتيك بنعمله في حالات معينه. امتى بنعمله؟ لرونج ايج عشان لايبل كومبليكيشنز. لو ايه تاني؟ دايبيتك لايبل اكيوت اتاك. امتى تاني؟ لو مالتيبل ستونز عشان دي بتعمل كومبليكيشن اكتر. لو ناوي يعمل عمليه بارياتريك، لو ناوي يعمل عمليه بارياتريك، العمليه البارياتريك بتسوى البول ستونز. امتى تاني بنعمله؟ لو نون فانكشنينج، لو طلعت نون فانكشنينج مش شغاله ملهاش لازمه، امتى ساتر كنت بعمله؟ لو بورسلين بولدر، بورسلين بولدر دي بيبقى فيها كالفيكيشن، والبورسلين بولدر دي بتبقى لايف من اتليبي مريجنت. فمن الاخر كده ابويا لو راح عمل استمرار بالصدفه وانا ادي له الصحه يعني، ولا عنده بول ستونز وهو ولا دايبيتك ولا ام بيجي طبعا ولا بورسلان ولا ناوي يعمل عمليه بارياتريك ولا مالتيبل سبون ستونز طلع سنجل ستون، اعمل ايه في ابويا؟ ولا حاجه ولا حاجه ولا مش هنعمل له ايه؟ ولا حاجه. تمام؟ بعد كده كنا قلنا برضه امبارح ان اي علاج بول ستونز غير لابروسكوبي بول ستيكني ملوش لازمه، والله غير علاج ان احنا بنعمل لابروسكوبي بول ستيكني. تمام؟ ندخل شويه اوبن، نتكلم شويه اوبن. انا في لابروسكوبي بول ستيكني المفروض اربط مين ومين وبعدين اشيل المراره. المفروض اربط السيستك ارتري ومفروض اربط مين كمان؟ السيستك فين والسيستك دار. هم اهم حاجتين طبعا بيتربطوا السيستك دار والسيستك ايه؟ ارتري. السيستك ارتري جابناه شيل مين امبارح؟ من رايت هيباتيك اللي هو موجود في الصوره ده. ده السيستك ارتري. ده جابناه شيل من رايت هيباتيك. تمام؟ There is no safe course to take to Mbera. There is no safe course to take to Mbera. من غير ما نعمل ايدنتيفيكيشن لمين في العمليه عشان الجراح ما يعملش مصيبه في العمليه ويربط الفون هيباتيك دكت بدل السيبتيك دكت. كان فيها انستراكشن كده لازم نعمله ايدنتيفيكيشن. كارو ترانجل، مين الماونت بتاعت الكارو ترانجل؟ السيبتيك دكت كومن هيباتيك دكت وهنا مين ده؟ اللي هو البورد بتاع ليه. يعني الكومن بايب دكت بالمناسبه ربنا يخليكم، الكومن بايب دكت دي علاقتها ايه بالكالو ترانجل؟ ولا حاجه مالهاش علاقه. الكومن بايب دكت مش عامله باوندري للكالو ترانجل خالص. الكالو ترانجل بالسيستك دكت بالكومن هيباتيك دكت باللور بوردر بتاع الليفر. مين بقى جوه الكالو ترانجل؟ اللي جوه الكالو ترانجل السيستك ارتري والليف نود اللي عليه اللي بتدرين المراره. اسمها ايه الليف نود اللي عليه اللي بتدرين المراره؟ سيستك ليف نود اوف ايه؟ اوف لانك. ده تقريبا كان كل ده خدناه امبارح قبل البريك، صح ولا انا غلطان؟ صح. بعد البريك كنا دخلنا في قصه ثانيه، ان الديتا ما عملتش العمليه. الديتا ما عملتش العمليه، فلما الديتا ما عملتش العمليه حصل من الحصوات نطت هنا قبل مين؟ المهم بقى ده قابلتها كام؟ الديتا تحولت من كرونيك كالتر بوليسيتايتس لديتا تحولت لعينه ثانيه خالص دلوقتي لعينه رقم خمسه اسمها ايه ديتا دلوقتي؟ كالتر اوبسيرف جونز. وهنا كنا بنسال كام سؤال كده على ديتا كلينيكالي. كلينيكالي ازاي اعرف ان ديتا جوندس؟ يعني كلينيكالي ازاي اعرف ان ديتا جوندس؟ يعني ايه صفرا؟ كلينيكالي ازاي اعرف ان ديتا اوبستراكتيفز؟ دارك يورين وكلي كادرز تول. كلينيكالي ازاي اعرف ان ديتا غالبا كالكولر؟ بيجي لها تاكسو كلير كوليك والجوندس عندها بين وبيجي لها فاتي ديسبيكسيا وان اكزامينيشن لا عندها وات؟ من الصايم. يعني كلمه كالتر اوبستراكتيف جوندس دي ربنا يخليك، كلمه كالتر اوبستراكتيف جوندس انت اسال نفسك ثلاث اسئله، هي جوندس عشان اوبستراكتيف، هي اوبستراكتيف عشان دارك يورين وكلي كادرز تول، هي كالتر عشان تميل وعندها فات ديسبيبسيا وبيجي لها تاكسو كلير كواليك وعندها ميرك ساين، فديتا دي كلينيكال كده ان شاء الله كالتر اوبستراكتيف ايه جوندس. لما نيجي نفحص ديتا ايه اهم حاجه في فحص ديتا جنرال؟ الفيفر. تمام؟ زي ما اتفقنا العين عنده كالتر اوبستراكتيف جوندس بيبقى لايف ثلاث مصايب، ايه الثلاث مصايب اللي ممكن يحصلوا له نتيجه ان الاستون قفل؟ انا براجع قصه بتاعت المره اللي فاتت، نتيجه ان الاستون قفل كمان بايدر وفي ستيزس. اخطر حاجه يكون منها العيان يكون من وقت كولانجايتس. كولانجايتس يعني انفلاميشن في البيدري تري لغايه الانترابيتك داكس ويعمل فوق الهيباتايتس يعني السبيس ده كله بيتحول لسبيس مليان باص. وكولانجايتس بيموت من حاجتين، بيموت ايه يعني كولانجايتس لو حب يموت؟ ممكن يموت من ليبر سلفيليا
ممكن يفوت من ايه تاني؟ سيبتسيميا وسيبتك شوك. والعمل الترايب بتاع الكولنجايتس ده كان واحد اسمه شاركوت، وشاركوت زي ما اتفقنا هو ما قطعش جديد يعني بس دخل التاريخ على الفيفر. لان شاركوت ترايب كان بين ما احنا عارفين عندها بين، كان جوندس ما احنا عارفين عندها جوندس، هو زود مين؟ الفيفر. ومين على قفاه دخل التاريخ بعد كده؟ رينوس، لما عمل حاجه اسمها رينوس كتير، لان كان عندها بين وجوندس وفيفر اللي هم بتوع شاركوت، بلس هيبقى عندها سيبتسيميا وسيبتك شوك، والسيبتك شوك عندها توكسيك مانتال ايه؟ كونفيوجن. دي طرحت للدكتور الساعه 12. الدكتور رواحة لا ما رواحش دي الساعة 12 وديها فين؟ وديها المستشفى عشان وصلت جوندس دي امرجنسي واديتها الساعة 3 راحت المستشفى. فاديتها لما الساعة 3 راحت المستشفى برضه نايم كاشف عليها برضه نايم كاشف عليها عارف انها جوندس عشان هي صفرا عارف انها وصلت جوندس دي امرجنسي دول وعارف انها كاتبة عشان ثلاثة تسبيرشن امرجنسي والكلام ده كله وعارفين يعمل الورك اب بتاعها. فأي سيرشن امرجنسي احنا بنعمل الورك اب ازاي؟ لابوراتوري بريدولايتس انت صدر الفراشر بي وي وي لابراتولوجيكا. هنعمل ايه تتلاب؟ توتال دروبن، دايركت دروبن، والبلاين ايه؟ بوستاتيز او جامل جي تي يعني لازم يطلعوا عليه. ما لو ما طلعوش عليه تبقى اديتها اساسا مش واضح. تبقى اديتها اساسا مش واضح. مش اختراق في الجندل فلازم يطلعوا عليه. هنعمل ايه بقى اديتها احتياطي عشان نخفيه من الحاجات دي؟ هنعملها اي ال تي واي ال تي. لو طلعوا عليه دي بقى اديتها في كولانجايتس وغير الاي تي والاي تي ممكن نعمل كمان توتال اوكسيد كاونت بعالي من ال في الكولانجايتس. هنعمل ايه تيتا مهم كمان عشان حته الفيتامين كي اللي هو مش هيبصر بالدم. بصرهم بالتايم. في مشكله ثانيه ممكن تحصل عنها غير الكولانجايتس البيني تندنسي عشان ما فيش باي بوست. يعني ايه المشكله الثالثه اللي بتحصل غير البيني تندنسي في الاتراك في الجوندس؟ رينال فيلير. هنعمل ايه تيتا عشان نخفيه من رينال فيلير؟ كيدني فانكشن تيست. تمام؟ ان شاء الله تبقى تيتا الدنيا كويسه ومش هيحصل لها حاجه. او لسه ما دخلتش في المشاكل دي. رادولوجيكال بايو فرنت جونز نبتدي بايه؟ رادولوجيكال فرنت جونز. الترا ساوند. رادولوجيكال ابتدي بالالترا ساوند. ازاي بالسونار اعرف ان دي فرنت جونز؟ ما حدش يقول لي عشان مرر فيها حصوات. ازاي بالسونار اعرف ان دي فرنت جونز؟ فاليتد في الكومن بايل داك، فاليتيشن في الكومن بايل داك اللي هي سوبر فيجنال طبعا، الاكتشاف بالسونار، فاليتد رايت وليفت داك، فاليتد كومن هيباتيك داك، وفاليتد كمان انتراباتيك ايه؟ بين الراتيكلز، لما الاقي الحته دي فاليتد بالسونار، ده مش معناها بقى هي انها كالكولر، ده معناها انها اوبستراكتيف، ده معناها انها اوبستراكتيف. اعرف بقى ازاي ان دي كالكولر اوبستراكتيف. هنلاقي كمان في المراره هنا ايه؟ ستونز، وهنلاقي المراره فايبروتيك وفيها كرونيك انفلاميشن. فساعتها نقول الداتا دي غالبا ايه؟ كالكولر اوف فرانك جونز. هل السونار بيقدر يجيب الستون اللي في الكوم باي داكت؟ صعب. امتى السونار يجيب الستون اللي في الكوم باي داكت؟ لو في السوبر جونيور بارت بس. او لو في الكومن هيباتيك داكت. وزي ما اتفقنا مفيش ستون في الكومن هيباتيك داكت مفيش حصوه بتطلع كده. امتى بتبقى الستون غالبا في الكومن هيباتيك داكت؟ لو هي اتكونت في الكومن هيباتيك داكت. لو هي برايمري ودي حاجه ليه؟ معظم الحصوات بتبقى نازله منين؟ من مرض. تمام؟ ده عملنا اديتها كده رادولوجيكال. الساعة 9 بالليل النهارده أو بكرة الصبح بالكتير، فالديتا لازم تعمل وقت. احنا كنا كتبنا الحصة فينا امبارح، بكرة الصبح بالكتير أو النهارده بالليل لازم ديتا تعمل إيه؟ إي آر سي بي، وشفنا امبارح صور الإي آر سي بي والمنظار، والإي آر سي بي بيدي صورة كده. وحصة النهارده هتحكي حصة امبارح في البيلر يعني كنت نباتي ما حدش يغيب فيها. فقبل ما ابتدي حصة النهارده هفتح باب الأسئلة لو حد عايز يسأل حاجة. بس نخلص مراجعة حصة امبارح. عملنا المنظار والمنظار آخره فين؟ السكند بارت بتاع الديدرم. المنظار ما بيخش أكتر من كده. وبعد ما المنظار بيدخل في السكند بارت بتاع الديدرم المنظار بيعمل أهم خطوة في الإي آر سي بي. إيه أهم خطوة في الإي آر سي بي؟ الكانيوليشن. الكانيوليشن بتاع الكومن باي داك. بيدخل في كانيول الكومن باي داك ويعمل إيه؟ الصبغه ده كده هو الاي ار سي بي. هنا الاي ار سي بي في ستون والاي ار سي بي بعد ما يبقى دايجنوستيك يبقى ثيرابيوتيك. والاي ار سي بي بينجح ان شاء الله يشيل الستون. ولما الاي ار سي بي بيشيل الستون بيرجع تيتا تاني كده بيرجع تيتا تاني وقت كرونيك كالتي بوليسيتايتس. نقوم نعمل التيتا لابروسكوبي كولي سيستيكتومي. وساعات مثلا صوره كانت انترست كده ان دي عندها مالتيبل ستونز وكان في صوره حلوه عجبتكم لان كان عندها كام ستون هنا في الكومن بايل داكت.
اثنين والسكوب البلدي اللي فاكر ندور اهو تمام وليها فيه يعني جيل الاسطول راجع عندنا تاني كرونيك كالوبوستايتس وكنا ختمنا القصه امبارح بالزوار اللي احنا سالناه لو جالي ثلاث او اربع عينين الدمرداش عندهم كالكو اوبستراكتيف جوندس او عندهم اوبستراكتيف جوندس بتوتر جلوبين 9 و12 و15 و16 مين اول عيان لازم يعمل الاي ار سي بي؟ السخن اول عيان يعمل الاي ار سي بي السخن ليه اول عيان يعمل الاي ار سي بي السخن؟ كولانجايتس يعني مالهاش علاقه بتوتر جلوبين العالي ليه علاقه مين الوطن؟ كولانجايتس لازم الكولانجايتس الاول ده اشيل له السكول وانا لما بشيل له السكول انا بعالج الكولانجايتس ازاي؟ بدرين البيرترين بدرين البايت انا مش عايز الانفكشن يبقى في الجولد سبيس انا عايز البايت يبقى ايه؟ درين وقلنا الاي ار سي بي حلو لان الاي ار سي بي لما بيشيل السكولز بيعمل حاجه اسمها انترنال ايه؟ فيل الدرينج يعني بيرمي البايت على تحت وختمنا القصه بتاعت امبارح وانا بقالي تلت ساعه براجع بحيث ان الاي ار سي بي بيعمل انترنال بيرترينج حد عنده اسئله قبل ما ابتدي حصه النهارده؟ لازم الحصه دي تكون مهضومه كده عشان اقدر ابتدي حصه النهارده. عندك رسالة يا خالد؟ انت لازم يبقى عندك رسالة. خالد ايوه انت عندك رسالة انا بص انا عرفت ازاي. عارف عارف. لا انت بقى ضليت وخلاص يعني ما بفكرش فيها بفكر في تمام. ولازم هتلاقي حاجة كده الأرقام ستاديز بالذات بتلاقي عادي. ها؟ مين عايز يسأل أي حاجة تانية؟ مهند الله يشكرك جدا. مصطفى تقدر تعرف حصة النهارده وانت ما سمعتش امبارح ولا صعب؟ عادي يا طبعا بحضر كتير مش فاهم عمالين بنسمع. ابتدي حصة النهارده. طيب انت عملت المنظار الساعة كام؟ لا عملت المنظار مش الساعة 3 جت المختلفة الساعة 3 عملت المنظار الساعة كام؟ 9 انت عملت المنظار الساعة 9 جيت من الساعة 3 للساعة 9 هنعمل ايه معاها مانجمنت؟ دي قاعده معانا في المستشفى مستنيه النظام. فاحتمال النظام ما يتعملش النهارده، احتمال النظام يتعمل امتى؟ بكره الصبح، فاحتمال يتعمل بكره بالليل، يعني ايه قصدي؟ قصدي طول ما تقدر تمد الوقت كولانجايتس برافو عليكم، طول ما تقدر تمد كولانجايتس ممكن يعني تخليها بكره او تخليها بعد بكره، انما انت لازم تجيب الراجل من افات على بروح اهلك عمل لنا البتاع. لو كده الوقت كولانجايتس. فدي تعالى ما تعمل النظام، على ما تعمل النظام. تحبوا نديها اي علاجات ولا نخليها على كده معانا نصورها؟ لازم نديها شويه علاجات. اي عيان عنده اوبستراكتيف جوندس لازم نعمله له ايه؟ لازم نعمله حاجه اسمها ليفر سبورت. لان انا خايف من او عنده، خايف من او عنده وقت. انا خايف من او عنده، خايف من او عنده ايه؟ كولانجايتس. ولازم اعمل له سبورت للكوكيليشن سيستم بتاعه. ان انا خايف من او احتمال يبقى عنده ايه؟ بيني تنس ولازم اعمل له رينال سبورت لازم اعمل له رينال سبورت عشان انا خايف من او احتمال يبقى عنده ايه؟ احتمال يبقى عنده رينال ايه؟ امبيرمنت تمام تمام ايه احسن ليبر سبورت للعيان؟ احسن ليبر سبورت للعيان سواء عنده او خايف من اديله هاي جلوكوز دايت تقدر تاكل مربى تقدر تاكل سكر تاكل هاي جلوكوز دايت واحتمال تبقى تيتا صايمه برضه على الاقل اربع خمس ساعات صيام هي تيتا هتبقى صايمه لا مش عشان عمليه عشان النظام فلو تيتا صايمه هنديها جلوكوز 10% اي بي ده يعتبر ليبر سبورت تيتا برضه خايفين من الكواجريشن بروفايل بتاعها فتيتا لازم تاخد فيتامين كي تاخد فيتامين كي ازاي بقى تيتا؟ اورال ولا انتراماسكولار ولا انترامينس على الدريب انتوا ايه رايكم؟ اورال ما ينفعش ليه اورال ما ينفعش؟ مش هيحصل لها ابزوربشن ليه مش هيحصل لها ابزوربشن؟ عشان مفيش ماي سول فالاورال زي ايه؟ انتراماسكولار هنخاف ليه انتراماسكولار هنخاف؟ عشان احتمال عندها بينج ايه؟ تندنسي فلازم تاخد فيتامين كي ستوري على ايه؟ على الدريب يا ريت كان ينفع تقول اورا ما ينفعش. تمام. رينال سبورت ايه احسن رينال سبورت للتيتا؟ لو عايز اديها رينال سبورت ايه احسن رينال سبورت على الاوبستراكتيف جلوندز للتيتا؟ هو اديني فايدة اللي حصلت ليه امبارح؟
third is equally happening and failure is anger. بيبقى في ريتنسبيكيشن عشان الباي ما وصلش فين؟ السمول انتستن يبقى احسن حاجه من الدايوريتكس والفلويد. ايه دي انت لازم تاخده عشان كدينا سبورت؟ اورال باي سولت. من اهم الحاجات اللي تاخدها تيتا اورال باي سولت. بتنسوا في حته دينا سبورت انتوا بتكتبوا ان تيتا لازم تاخد اورال باي سولت. لازم تاخد اورال باي سولت عشان البكتيريا ما حصلهاش وقت ترانسبيكيشن. تمام؟ المهم العلاج ده العلاج اللي انا بقوله يعني اللي هو ليبر سبورت وكوجريشن بروفايل سبورت والرينال سبورت ده يعتبر كده انيشالي لاي عيان عنده ايه؟ لاي عيان عنده اوبستراكتيف جونز. تمام؟ وعسالكم هنا سؤال غالبا احمد كاتبه في الورقه يعني لو جبت كل حاجه ورايا هو انا بديها بتقول 10% ولا 25%؟ يعني اديها طبعا 5% ده عامل زي الميه يعني لو جبت فيها ليبر سبورت اديها بتقول 10% ولا 25%؟ وال 25% احسن طبعا عشان في جلوكوز اكتر يعني ليه بدي 10 وما اديهاش 25؟ تعالوا نرجع مع بعض للتي كي ان نرجع مع بعض زمان للتي كي ان لو انا بدي جلوكوز 25% كان بيتاخد ازاي جلوكوز 25%؟ سنترال لاين ديتا خاف ركب لها سنترال لاين ليه ديتا خاف ركب لها سنترال لاين؟ يعني ما حدش هيسالك المعلومه دي قوي بس انا يعني الحته دي جيت انا بخاف اركب لها سنترال لاين عشان اتفاعل مع ده بريد تندسي فجلوكوز 25% لازم اتدخل في سنترال لاين عشان كده معظم الكتب كاتبه كيف بيديها جلوكوز ايه؟ 10% عشان هو بيتاخد ايه؟ بريفرنت. المهم جيت انا هنعالجها ازاي بعد ما عملنا انيشال سبورت؟ الكلاسيك علاج بكالكو فرانك ترند زي ما اتفقنا العلاج لازم يختلف على اثنين ان انا تعمل لابروسكوبي كولستيكتومي ولا بروسكوبي سوري انا تعمل اول ار سي بي انا اسف والار سي بي شيل الدكتور يرجعها تاني كرونيك كالكو كولستيتس نعمل لها احنا بعد كده لابروسكوبي ايه؟ كولستيك. سؤال السكسس ريت بتاع الار سي بي كام؟ السكسس ريت بتاع الار سي بي كام؟ دايما تقول لي بهتم بالارقام كده يعني ايه؟ يعني لو جبت 100 عيانه عندها جول ستونز 100 عيانه عندها جول ستونز كم عيانه هيطلع عندها سايلنت ستون في كومن بايل دارك؟ من 10% لو بعت 100 عيانه تعمل اي ار سي بي لو بعت 100 عيانه تعمل اي ار سي بي بالستون في الكومن بايل ده كام عيانه من 100 هترجع انا نجحت والاي ار سي بي نجح ان يشيل الستون السكسس ريت بتاع الاي ار سي بي كام؟ 90% السكسس ريت بتاع الاي ار سي بي 90% يعني من كل 100 عيانه عندها ستون في الكومن بايل ده 90 هرجعوا الستون مالها؟ مش شايل وال10 التانيين هيبقى عندهم حاجه اسمها غلط فيل دي ار سي بي دي ار سي بي طبعا لما دي ار سي بي فيل لازم نشوف لهم ايه؟ علاج تاني لازم نشوف لهم علاج تاني فاحنا هنتكلم على 90% اللي هو دي ار سي بي نجح الحمد لله دي ار سي بي نجح دي ار سي بي لما ينجح هنعمل لها بعد كده لابروسكوبي كل ايه؟ سيستم هنا بقى نسال سؤال نسال سؤال لابروسكوبي كل سيستم بعد دي ار سي بي بتتعمل امتى؟ ده سؤال جديد لابروسكوبي كولسيستيك بعد الاي ار اس بي تتعمل امتى؟ يعني في نفس اليوم ولا تستنى شهرين ثلاثه؟ انا بسال سؤال لان انا عملت اي ار اس بي وبعد كده لازم تعمل لابروسكوبي كولسيستيك عشان تبقى خف الفاضي انا عملها لابروسكوبي كولسيستيك امتى؟ ولا تستنى شهرين ثلاثه؟ انا عملها بنفس اليوم لو هي زي الفل وهنستنى شهرين ثلاثة لو العيانة ما تستحملش العمليتين في نفس اليوم، إيه اللي يخلي العيانة ما تستحملش العمليتين في نفس اليوم؟ بنستنى شهرين ثلاثة لما تيتا تهدى وبعدين يبقى بعد شهرين ثلاثة نعمل لها لابروسكوبي كل ستيكيو. لو كانت كلها شايفة بالظبط. فالقاعدة بتقول كده لابروسكوبي كل ستيكيو تتعمل في نفس اليوم؟ لابروسكوبي كل ستيكيو تتعمل في أون ذا سيم داي لو العيانة كانت بتظبط كلها شايفة أو فيت. العيانة فيت وفري تمام. لو العيانة كانت إيه كلها شايفة سيبتك بقى ومتنيله دي ما تستحملش الاثنين في نفس اليوم دي يا دوبك الدرينج انفكشن الاول بمين عملنا الدرينج انفكشن؟ بالاي ار سي بي وبعد ما تاكل كولنجايتس تهدى خالص والليفر فانكشن تتحسن والكيدني فانكشن تتحسن نبتدي ليتر اون نعمل لها ايه؟ نبتدي ليتر اون نعمل لها وقت لابروسكوبي كولسيستيك لابروسكوبي كولسيستيك في نفس اليوم لو كانت عندنا نوتي كولنجايتس لا
لابروسكوبي كل سيستم بعد شهرين ثلاثه لو العيانه كانت اوريدي عندها اتاك وفض ولانجايتس. فاهمين ولا كلام صعب؟ مش هتستحضر الاثنين في نفس اليوم سيبتك وتوكسيك. لو انتوا بتستحملوا ترسيم في نفس اليوم مش عمليتين في نفس اليوم. ما علينا. نيجي بقى للعينه اللي هي فيت عندها مين؟ الاي ار سي بي. تمام؟ العينه فيت عندها الاي ار سي بي. فالعينه اللي فيت عندها الاي ار سي بي بالمناسبه يعني ايه كلمه فيت الاي ار سي بي؟ لازم تبقى عارف يعني ايه كلمه فيت الاي ار سي بي؟ يعني ايه فيت الاي ار سي بي؟ حضرتك يعني الاي ار سي بي فشل، ايوه فشل ايه يعني؟ يعني ايه كلمة فيل ار اس بي؟ كلمة فيل ار اس بي احتمال حاجتين، احتمال أول حاجة فيل خالص، يعني إيه فيل خالص؟ يعني معرفش حد يعرف خطوة مين؟ الكانيوليشن، واحتمال يبقى فيه نوع تاني من فيلير، إن نجح في الكانيوليشن بس معرفش يعمل وات؟ ستون اكستراكشن، الاتنين على بعض كده اسمهم كلمة وات؟ فيل ار اس بي، كلمة فيل ار اس بي يا إما فيل كانيوليشن يا اما فيلد كانيوليشن اند وات؟ ستوني اكستراكشن. بس في الاخر يعني سواء فيلد دي او فيلد دي العينه راجعه بتخصصه فين؟ العينه راجعه بتخصصه فين؟ في الكومن بايل دكت. لما العينه ترجع بتخصصه في الكومن بايل دكت هنقدر نعطي فيها ليفر سبورت وكيدني سبورت وبكره الصبح او بكره بالليل او خلال يومين ماكسيمم، خلال يومين ماكسيمم يعني هنزلها عمليات. هنعمل ايه بقى في العمليه؟ العمليه هنعملها ليه؟ هنقطع بطنها بقى، هنقطع بطنها. فلما نقطع بطنها هنبتدي العمليه في حاجه اسمها اوبن بوليسيستيك. ما انا فتحت بطنها خلاص يبقى لازم اشيل مين الاول؟ ما فتح بطنها بقى يبقى اشيل مين بالمره؟ كل ده. هفتح اعمل اوبن بوليسيستيك. وبعد ما افتح الاوبن بوليسيستيك هنعمل حاجه اسمها او كومن بايل دكت اكسبلوريشن. هنفتح كومن بايل دكت. تفتكروا انهي حته هفتحها من كومن بايل دكت؟ يعني وانا بعمل العمليه هفتح انهي حته من كومن بايل دكت؟ يعني هفتح كومن بايل دكت المستخبيه ورا الديودرام ولا هفتح كومن بايل دكت اللي تحت الديودرام ورا البنكرياس ولا هفتح الحته السهله اللي من فوق الكومن بايل دكت؟ بالعقل كده لو انا ناوي افتح كومن بايل دكت عشان اشيل منها ستول هفتح انهي كومن بايل دكت؟ السوبرا ديودرنال. السوبرا ديودرنال. تمام. افتح كومن بايل بعد ما افتح كومن بايل دكت هيفتح حاجه. انا فتحت كومن بايل دكت فتح اهو. تمام. حديد بقى لحديد. ليه حديد بقى لحديد؟ لا مش عشان اوقع عشان اعمل ايه؟ عشان اشيل الاسطول. عشان اشيل الاسطول. اشيل الاسطول اسمها لايسوتومي زي ما خدنا في المسائل. اشيل الاسطول اسمها ايه؟ لايسوتومي. كلمة كومن بايل دكت يعني كل لوكو ولدوكو كومن بايل دكت يعني كل لوكو فهتلاقوا مكتوب ان انا عملت حاجة اسمها كومن بايل دكت اكسبلوريشن اند ولدوكو لايسوتومي ولدوكو لايسوتومي يعني ايه كلمة ولدوكو لايسوتومي؟ يعني ايه ولدوكو لايسوتومي؟ شلت الاستوما كومن بايل دكت شلت الاستوما كومن بايل دكت انا لغاية دلوقتي بعمل العملية دكت شلت المرارة فتحت كومن بايل دكت وشلت الاستوما منين؟ من كومن بايل دكت بعد ما اشيل الاستوما كومن بايل دكت لازم اتاكد من حاجه مهمه بعد ما اشيل الاستوما كومن بايل دكت لازم اتاكد ان هنا السكه سالكه ان هنا السكه سالكه وان العينه مثلا ما عندهاش ثلاثه ستون احتمال العينه يبقى عندها ثلاثه ستون وانا ايه؟ شلت واحده واحتمال يبقى عندها اربعه ستون وانا ايه؟ وانا شلت واحده لان احتمال الاي ار سي بي احتمال الاي ار سي بي يكون قبل العمليه فيلد خالص فدي اس بي قبل العمليه لو فيلد خالص كانيوليشن انا حاطه ما عنديش ايه؟ ما عنديش صوره، ما عنديش صوره هي الكومن بايل دكت دي فيها كام ايه؟ كام ستون؟ فالروتين كده طالما فتحت الكومن بايل دكت فلازم اعمل حاجه اسمها كومن بايل دكت سوبريشن، بعد ما اشيل الستون لازم اطمن ان السكه سالكه. هي احتمال يطلع هنا في تيومر ميست. هي احتمال تطلع انا عندها كانسر هات بنكرياس وستون في كومن بايل دكت وانا ايه؟ وانا مش عارف. احتمال عندها يبقى اثنين ستونز وانا شلت واحده وسبت واحده لازم اطمن ان السكه سالكه هنا لازم اطمن ان مفيش ستونز ثانيه في البلد كده فلازم اعمل حاجه اسمها كومن بايل دكت ايه؟ اكسبلوريشن تمام. في الكومن بايل دكت اكسبلوريشن في طريقتين
في اربع طرق ازاي تعمل حاجه اسمها كومبايل دكت اكسبوريشن. دي اسمها ايه بالعربي؟ كومبايل دكت اكسبوريشن. يعني ايه ار سي تي؟ اسمه ايه بالعربي؟ بنظام القنوات المراريه. كومبايل دكت اكسبوريشن اسمها ايه بالعربي؟ استكشاف على القنوات المراريه. عايزين نعمل حضرتك عمليه استكشاف مش على الضغط. حضرتك هنعمل عمليه ايه؟ استكشاف على القنوات المراريه. عايزين نطمن السكه سهله. في طريقتين بلدي وفي طريقتين حلوين. اول طريقه بلدي ان انا هجيب سلكه حته السلكه، والسلكه دي اعمل ايه؟ اعديها. والله لو السلكه عدت لغايه الجدر تبقى سلكه ايه؟ سلكه. والله نزلت السلكه من هنا، لقيت السلكه بتخبط في حاجات والسلكه مش عايزه تعدي، يبقى غالبا هنا في بيز ستون، في حاجه قافله. طريقه السلكه، السلكه دي عندكم في الورقه مكتوبه اسمها وات؟ بيكس دايركت. طيب بلاش اسمه بيكس، اسمه ام بيكس. انا عندي دايركتور، انا عندي حته السلكه، نتاكد ان السلكه ايه؟ سلكه. يا عم الراجل بتاع المجاري لما بيجي بي عايز يعرف البلاعه سلكه ولا مش سلكه، بيعمل ايه في البلاعه اللي سلكه ولا مش سلكه؟ بيحط سلكه. تمام، وفي طريقه ثانيه غير ان انا ايه؟ عندي سلكه. من هنا كده، من الحته اللي انا فاتحها برضه، بطريقه السباكه برضه. هنقعد نحن صلاين. صلاين. لما احن الصلاين عندي كام احتمال؟ عندي احتمالين. اول حاجه الاقي الصلاين ماله؟ الصلاين هنا عمل ايه؟ نفخ يضرب تبقى السكه ايه؟ سالكه. او احتمال احن من هنا يا مي حبيبتي، احتمال احن ايه من هنا؟ احن صلاين. الاقي الصلاين بينط فين؟ اسمها في وش حضرتك. بالظبط، الاقي الصلاين بينط مش في وشك. تمام؟ الاقي الصلاين بينط في وشي، يبقى هنا السكه برضه ايه؟ مسلم. تمام، فوشة انا الصلاين هنحط فوشة. فممكن احنا صلاين وممكن اعدي بيكس ايه؟ دايركت. طيب بيني وبينكم يعني، الطرق دي قديمة ولا الطرق دي مستحدثة؟ يعني طرق بدائية ولا طرق محترمة؟ طرق بدائية، حتة سلكة صلاين. تمام، انما في بقى عندك الطرق المحترمة. الطرق المحترمة طريقتين. أول طريقة محترمة إن احنا نعمل منظار قنوات مرارية من جوه. نعمل منظار قنوات مرارية من جوه. اسمه إيه منظار القنوات المرارية من جوه؟ فوليتوكوسكوب. جوه العملية نعمل انترا أوبرتيف فوليتوكوسكوب. منظار. إيه؟ لا ليه أصل فيها يا حبيبتي المنظار داخل لغاية المعدة. فالاي ار سي تي ما بيشوفش القنوات المراريه بعديها. الاي ار سي تي بعد كده بيعمل صبغه، والصبغه هي اللي بترسم مين؟ القنوات المراريه. انما الكولدوسكوب لا، الكولدوسكوب دي يمكن الحاجه الوحيده اللي انا اقدر ابص جوه القنوات المراريه دي بعينيا. فده اسمه انتراوبرتيف كولدوسكوب. لا يا حبيبتي الكولدوسكوب هقول لكم الحاجات دي بتقولوا منين؟ هقول لكم احنا عايزين نتاكد كولدوسكوب. عايزين ندخل منظار نتفرج. او ممكن جوه العمليه نعمل حاجه اسمها اوبراتيف كولاجوجرافي. دي طرق استكشاف القنوات المراريه المحترمه. انا عايز جوه العمليه اطمن واتفرج على القنوات المراريه اذا كان فيها ستون ولا اثنين ولا ثلاثه ولا خمسه، في بنت تيومر فيها ستريكشر من تحت. احتمال يبقى في ستكشر من تحت نتيجه كانسر البنكرياس بيلد مني. يعني ساعات بيبقوا بيلد. يعني العينه ماشيه كانسر بس هي في الاخر عندها هيدن ايه؟ عندها هيدن مالجنسي انا مش عارفه. فطالما فتحت القنوات المناريه لازم استكشفها. الطرق المحترمه للاستكشاف هي ان انا اتفرج على القنوات المناريه بالنظار او احن سابقه واتفرج على القنوات المناريه بسابقه. ازاي بقى الاثنين دول بيتعملوا؟ الاثنين دول بيتعملوا من فتحة السيستم دكت. محدش فاهم حاجة. الاثنين دول بيتعملوا من فتحة السيستم دكت. الكولوكوسكوب والاوبرتيف كولانجيوجرافي بيتعملوا من فتحة السيستم دكت. ازاي حضرتك يعني؟ هنعملكوا ازاي حل؟ مين دي؟ دي جولد. مين دي؟ السيستم دكت بنكبرها عشان يطلع. مين دي؟ دي كومبايل دكت. مين؟
جيت ستون اللي انا ما عرفتش اجيبها مين؟ بالي ار سي بي. مين دي؟ سيستم دكتور. مين الاحمر ده؟ مين الاحمر ده؟ سيست كارت. انا لما اجي بعمل كوليسيستيك بعمل ايه بالسيست كارت؟ ربطه ورطه وص. لما اجي اعمل كوليسيستيك بعمل ايه بالسيست كارت؟ ربطه ورطه وايه؟ ونص. لا لو انا ناوي اعمل بقى كومن بايل تاكسي سكوريشن، لو ناوي اعمل كومن بايل تاكسي سكوريشن بربط هنا ربطه واسيب دي مفتوحه. مش هربطها دلوقتي. بصوا كمان بتقولوا ليه مش هربط السيستم بلاك دي من دلوقتي؟ بصوا الفتحه بتاعت السيستم بلاك ده ايه؟ ليه مش هربطها من دلوقتي؟ هدخل منها حاجتين، فاكر السيستم بلاك دي هدخل منها حاجتين، هدخل منها ايه وايه لو حبيت؟ هدخل منها حاجتين، هدخل منها ايه لو حبيت؟ هدخل منها كولونوسكوب عشان اتفرج، كولونوسكوب ده فلكسبل عشان اتفرج على ايه؟ على الكومن بايل دك، او ادخل منها ايه فتحه دي؟ دور. وسواء عملت انتروبرت كروزوكوسكوب، لو عملت انتروبرت كروزوكوسكوب او عملت انتروبرت كولينجوجرافي، دي الطرق المحترمه فعلا، دي الطرق المحترمه فعلا لحاجه اسمها بط. حاجه اسمها ايه؟ كومن بايل دكت اكسبتوريشن. طالما هي مش قصه استونه، يعني العيان عندها استونه، هي يعني انا مش هفتح كومن بايل دكت واشيل الاستونه، ما جايز يطلع فيه 2 ستون، 3 ستون، جايز يطلع فيه ملتي باثولوجي. طالما انا مش بتشتغل على كومن بايل دكت فلازم تعمل حاجه اسمها كومن بايل دكت بط اكسبتوريشن. ايه الفضول كده حواليكوا صوره، انتوا هتفهموا الصوره دي. ده حالا، حالا هقول لك كل حاجه، حالا يا ساره. حالا اديني فرصه. بصوا لي على الصوره دي راحت فين؟ ايوه. حد فاهم حاجه في الصوره؟ حد فاهم حاجه في الصوره؟ مين دي؟ مين دي؟ دي كومن بايل دكت. مين دي؟ دي السيستم دكت. حد فاهم حاجه في الصوره هنا؟ السابقه داخله منين؟ السابقه مش داخله من الاي ار سي بي زي هنا، السابقه داخله منين؟ من فتحه السيستم دكت، فهنا العيان بيعمل حاجه اسمها وط. اوكي كنا نشوف. ولو دخل من فتحه السيستم دكت دي كولونوسكوب، ده اللي بيسموه وط. اوبراتيف كولونوسكوب، بتفرج على الكومن بايل دكت. ده بقى بعمله، ده بقى بعمله قبل ما اعمل ايه؟ ده كان سؤال صار. ده اللي بعمله قبل ما اعمل ايه بقى؟ قبل ما افتح كومن بايل دكت. المفروض ابتدي بدول الاول، بعد كل سيستمتومي اعمل اوبتوكولانجيوجرافي او اعمل كولونوسكوب، ولما اطمن ان في ستونه واحده او اطمن ان في ستون ستونز ابقى عارف انا شغال على ايه، ابقى عارف انا شغال على ايه. بعد كده اروح فاتح مين؟ السوبرا ديونال بار. وبعد ما افتح السوبرا ديونال بار اعمل ايه في الستون؟ اشيل. يعني انا ببتدي العمليه مش بالبروتوكول ايسوتو، انا ببتدي العمليه المفروض بمين؟ كومن بايل دكت اكسبتوريشن. المفروض كومن بايل دكت اكسبتوريشن الاول. عارفين انت بقى بلجا للسلكه والهبل ده كله، السلكه والصلاين والكلام ده كله؟ يعني امتى الجا بقى ان انا احقن سلكه وان انا اعمل صلاين؟ لو المستشفى فقيره شويه. يعني ايه مستشفى فقيره شويه؟ ما فيهاش امكانيات انك انت تعمل وط. بروتوكوسكوب او ما فيش امكانيات انك انت تعمل وط. بروتوكوسكوب مؤخرا ده، فترجع بقى للطرق البدائيه انك انت تفتح كومن بايل دكت الاول وتشيل الستون، وبعدين توقع عندي سلكه، وبعدين توقع عندي ايه؟ ميه وبتاع. انما الصح ان انا بعمل الكولونوسكوب او ربط الكولونوجرافي الاول. المهم ربنا كرمنا وعملنا ايه بقى؟ افتحوا النور. ربنا كرمنا وعملنا ايه؟ ربنا كرمنا وعملنا ايه؟ عملنا اكسبتوريشن وطلع عندها ستونه واحده، وربنا كرمنا وفي الاخر عملنا ايه؟ شيفر سكور. شيفر سكور خالص. كان في هنا ستون وايه؟ وشلناه. وعدينا سلكه وعدينا حديده والسلكه سلكه. فاضل نختم العمليه دي بقى. فاضل نختم العمليه دي بعد ما عملنا بوليسيستيكتومي وكومن بايل دكت اكسبتوريشن وعملنا بروتوكول ايزوتومي. فاضل نختم العمليه دي. فاضل انا اللي بسالكوا السؤال، فاضل نختم العمليه دي عشان نروح. فاضل نختم العمليه دي عشان نروح. هنقفل الكومن بايل دكت؟ هتبقى مفتوحه كده عريانه؟ عايزين نعمل ايه في الكومن بايل دكت؟ عايزين نقفل. عايزين نقفل. مبروك على الحضور. يلا حضرتك مالك؟ يلا اعمل ايه؟ يلا اقفل الكومبايلر،
يلا يا امام بقى تمام يلا بينا حضرتك كده زي ما فتحتها كده مبدئيا الكومبايل ده بنخاف نقفلها برايفت يعني بنخاف نقفلها كده بنخاف نقفلها كده ليه بنخاف نقفلها كده ايوه انتوا شاطرين في البيلري ليه بنخاف نقفلها كده زي ما فتحتها السبب ايه قولوا يلا ايوه برافو عليكم مين يا ستريكشر اه يا جدعان ستريكشر ده ستراكشر ضيق ممكن لما بنقفلها برايفت يحصل فيها ستريكشر لو حصل فيها ستريكشر العانه دي بعد 10 سنين ولا 5 سنين تيجي لي بايه؟ لا بكرونيك اوفراكتو جوندس تيجي لي بايه الكرونيك اوفراكتو جوندس دي لو باك بريشر على ليفر بين السيروز الاكيوت اوفراكتو جوندس الاكيوت اوفراكتو جوندس الاكيوت اوفراكتو جوندس اللي الستون اللي قفلت مره واحده دي تعمل لي كولانجايتس انما الكرونيك اوفراكتو جوندس ده اللي خدتوه في البطنه لما تبقى الكومبايل ضغط ضيق كده بسيط الكرونيك اوبستراكتيف جوندس ده اللي على الجران يعمل لي ايه؟ ميديال سيروز لما الاكيوت اوبستراكتيف جوندس بيعمل كولانجايتس عشان كده انا امبارح خالص رغم ان كنت مستنيينها من بوي ما جبتش امبارح كلمه سيريز خالص ايه؟ ميديال سيروز ما جبتش الستون كيك ما علي فانا بخاف اقفلها برايمري لان كده ايه؟ ستريكشن ليه بخاف اقفلها برايمري تاني؟ بخاف اقفلها برايمري تاني كده لان انا برضو بحط ريسك واحد في الالف ان انا غلطان يعني ايه حضرتك ريسك واحد في الالف انك انت غلطان؟ يعني رغم اني عملت كومبايل دابت سكوريشن ورغم اني عملت كروزوكوسكوب احتمال اكون هنا ميت برضو باثولوجي بحط احتمال ان انا في حاجه ميت تحت احتمال يطلع فيه فراجمنت من الستون ميت تحت وانت مش واخد بالك احتمال تحت يطلع فيه ايديما بالمناسبه ليه تحت ممكن يبقى فيه ايديما غالبا تحت بيطلع فيه دايما ايديما وسباز ليه تحت دايما بعد العمليه غالبا فيه ايديما وسباز من الاي ار سي بي اللي فشل داخل هنا يعمل مانيبيوليشن دخلت انت بالالات الحديد وخزوات وحاجات فغالبا الحته دي غالبا بيكون فيها دايما سباز بعد العمليه فانا بخاف بقى من البرايمري يا رب يفهموا اللي بقوله بخاف بقى من البرايمري لسببين اول سبب احتمال يحصل ستريكشر ثاني سبب لو هنا في ميلت ستون او حط ايديما من اللي انا عملته ايديما من اللي انا عملته هيعلي بريشر فلما يعلي بريشر الغرز اللي انا واخدها ايه؟ الغرز اللي واخدها ايه؟ هتفرقع بالظبط ولما الغرز اللي واخدها تفرقع الباير يروح فين؟ ما بيروحش غير في مكانين يا يقع في البروتونيوم يعمل وضع البروتونيوم يا يطلع لي من الجلد يعمل ايه؟ انا بحاول اثبت لكم حاجه ان انا ما ينفعش كومبايل ده بتعمل ايه؟ اقلها برايم يعني هيحصل فيها ستريكشر يا هيبقى في بنت باثولوجي تحت احتمال ان شاء الله يديمها تحت الغرز هتضرب فدلوقتي دايما بنقول ايه؟ انت فتحت على نفسك كومبايل ده الكومبايل ده اللي تتفتح دي مستاهل انها تقفل ايه؟ مستاهل انها تقفل ايه؟ برايمري تعالى شوف بقى هتقفلها لنا ازاي؟ الله يخرب بيتك هتقفلها لنا ازاي؟ ففكرنا اول فكره ما يقفلوهاش خالص. هنقفلها خالص. مش هنقفلها. امال هنعمل ايه بقى؟ هنفتح فتحه في الدور. هنفتح فتحه في الفيرست بارت بتاع الدور مش السكند بارت. اخر حته في الفيرست بارت. وناخد الفتحه اللي في الديودرم دي نوصلها بمين؟ يا رب يفهموا اللي بقوله، هنرفع فتحه في الديودرم ثانيه اهي وناخد الفتحه اللي في الديودرم دي نوصلها بالفتحه اللي فين؟ اللي في الكومبايل ده ونعمل انستوموزس اسمه ايه الانستوموزس ده؟ كولودوكو ديودونوستومي ايه الحلاوه دي؟ سايد تو سايد مين قال سايد تو سايد؟ برافو يا باشا سايد تو سايد عملنا سايد تو سايد كولودوكو ديودونوستومي وهنا كل الناس يا رب يفهم كل الناس هتسال هنا يعني البايل حضرتك هيمشي ازاي؟ البايل كده هيمشي ازاي؟ من الليفر على الكومن امباتيك دار على السوبر ديدرال بار على السوبر ديدرال بار بتاع مين؟ الكومبايل دار على الديدرال بار مش هو البايل اللي اخد ديدرال فالبايل من السوبر ديدرال بار على الديدرال بار والوصفه دي سهله قوي معموله باربع غرز كده
قابلت كومون بايت هات موجودة فبنسمي الوصفة دي وات بروتوكول يونيوز. الناس بتسأل سؤال تاني، طب حضرتك اخبار الماكيلاتك سكريشن ايه؟ لا الماكيلاتك سكريشن ماشي هنا مالهاش علاقة بالموضوع خالص. يعني البنكرياس بيصب هنا من الجعبه خالص بالليل. والماي بقى يصب فين؟ في الفيرست بارت بتاع الدنيا. والعام هيفضل طول عمره عايش. العام هيفضل طول عمره عايش مين؟ بالانستموزيس ده. اسمه ايه الانستموزيس ده؟ بولدوكو يونوس. ايوه يا لا هي ريسبشن مش كانت سموث. الجلوكو دينوز بيهيل فيها كويس. الجلوكو دينوز بيهيل فيها كويس. بالمناسبة أي بيلي أنستموزس أي بيلي أنستموزس الفايل دكت الجلوكو سبلاي بتاعها كويس بيهيل فيه كويس. أي بيلي أنستموزس بيهيل. أيوه أيوه أيوه.
ميتين، بعد كده رمضات الجراحه ميتين، بعد كده الحار داخل ميتين، بعد كده بقى بنعمل ايه؟ الحل الاولاني مش عاجبني، مش عايزين تكونوا تعملوا كل ايه؟ مش عايزين تعملوا كل دول ايه؟ بدونك هنفكر في حل تاني، هنفكر في حل تاني. ايوه يا دي اللي انتوا سمعتوه من بطنك، كل اللي بتعملوه من بطنك بيلوس وتي تي. وانا بتوع بطنك بلاش يبنوا جي اي تي من اساسه. تي تي دي بومبا دكتور من دي زيت دكتور من بوك دي بومبا دكتور من بوك هاي دي بومبا دكتور من بوك نعلي بس شوي دي بومبا دكتور ودي كمان بايدك ودي دي انا اعملها هنا دي الفتحه اللي انا دخلت منها الاله الحديد وشلت ليه؟ الستور ودي ربطتها خلاص مين دي ربطتها دلوقتي؟ السيت ده ودي الفتحه اللي كمان بايدك انا مش عارف ايه؟ مش عارف اعملها برايمري الاوبشن اللي ما عجبكمش انا عملت كل دول ايه؟ دلوقتي الاوبشن الثاني بقى الاوبشن الثاني ان انا هعملها على مبادئ حاضر حاضر هنريح بتوع البطن حاضر هنريح بتوع البطن حاضر اسمها ايه البتاع اللي انا قفلت عليها كومن باي دكت دي تيو حطيت الكومن باي دكت تيوب على شكل وقت حرف تي وقفلت عليها كومن باي دكت برايمري خلاص اهو قفلتها قفلت كومن باي دكت افتح ايه؟ على دي تيوب فيوجن اوف ذا بوم باي دك اوفر دي اي تيوب طيب ما حد سال نفسه هم ليه عملوا تيوب على شكل حرف تي؟ قالوا لكم في البطن ليه عملوا على شكل حرف تي؟ وقال له دي تيوب وخلاص ليه عملوا على شكل دي تيوب؟ اقفل الباب يا مدام احلام دي تيوب دي كام لينك؟ كام لا مش كام لينك اثنين شنو مديدنا والترانسبيرس ده هتعتبره ليه؟ ده هتعتبره ايه؟ ليه؟ في لمب بالطول وفي لمب بالعرض. ايه فايدة اللمب اللي بالطول ده؟ فايدة اللمب اللي بالطول ده يعتبر ستاند. اللمب اللي بالطول ده ستاند عشان ما يحصلش فيها غلط. فيكشر. اشرح فيديو مرة واحدة. مش عايز اسئلة خالص، مش عايز اسئلة خالص. لما اخلص الفيديو افتحوا باب الاسئلة. بس ادوني فرصة اشرحها ايه؟ على بعضها. لان كل ما اشرح فيديو هيجي في ذهنك سؤال بعد شويه هتلاقيه جاوب بعد شويه هتلاقيه جاوب اديني فرصه اشرحها وان شو انا بعملها تو ليمز مش عايز حد يسرع الليمز اللي جوه دي فايدتها ده التاند والليمز اللي بالعرض دي سايد واي يعني ايه حضرتك سايد واي؟ يعني لو هنا في بيلت مني باثولوجي لو هنا في بيلت مني باثولوجي لو هنا في بيلت مني ستريكشر بدل ما الفايل يمشي جوه المين باث واي يمشي فين؟ في السايد واي انما لو ما فيش بيت ستور لو ما فيش بيت ستور لو القديمة لسه القديمة ريزولفت خلاص لو السكه سالكه فالبايت هيتنايل يمشي فين؟ في المين باس واي وما فيش حاجه هتمشي فين؟ في السايد واي فدي فكره الدي تيو اللونجيتيون ده الستاند والسايد واي ده احتياطي السايد واي ده احتياطي عشان لو في اي حاجه قافله هنا فالباي يبتدي يمشي بالسايد واي فالعيان ما جيلهاش اوبستراكتيف جوندس. كل الناس هتسال سؤال هو العيان هيفضل طول عمره عايش في التي تيوب؟ لا طبعا. يعني اللي كان عامل كلودوكو ديندروسكوبي لا هيفضل طول عمره عايش في مين؟ في كلودوكو ديندروسكوبي. التي تيوب دي بتقعد 14 يوم وتتشال. بتقعد 14 يوم وتتشال. واشمعنى 14 يوم وتتشال؟ انا بسيب التي تيوب دي 14 يوم عشان التي تيوب دي معموله من ماده اسمها لاتكس رابر. هي معموله من ماده اسمها كده لاتكس رابر اللاتكس رابر دي ماده الى حد ما ايريتنت ماده الى حد ما ايريتنت انا عايز اعملها من ماده ايريتنت طب انت استفدت ايه يا اخويا لما هي معموله من ماده ايريتنت استفدت ان الماده الايريتنت دي حوالين التي تيوب بعد 14 يوم او 15
15 يوم بتعمل حواليها تراك، مش عايز حد يتكلم خالص. التراك ده حوالين التي تيوم وحوالين الكومن بايت ده لغايه الجلد. لغايه الجلد اهو. ده كده الجلد بتاع العيان. اللي اسمه ده اخر الجلد بتاع العيان. والحته الحمراء دي هي حته التي تيوم اللي مالها؟ اللي مدلدله معانا كده. مدلدله معانا كده. تمام تمام. بعد 10 ل 14 يوم هتكون عملت حواليها فايبرس تراك. بعد 10 ل 14 يوم انا هشيل التي تيوب. هشيل التي تيوب. والتي تيوب التي تيوب بتتشال كده بعد 10 14 يوم مش عارف حد يسرح. التي تيوب بنقص الغرزه اللي ماسكه في الجلد ونشيلها كده. وكل الناس هنا هتقعد تفكر انا لما اجي اشيل التي تيوب كده هل التي تيوب وانا بشيلها كده هتروح واخده الكومن بايت ده وطلع بيها لبره؟ لا طبعا. من التي تيوب فلكسبل. يعني ايه فلكسبل؟ يعني التو ليمز دول التو ليمز دول وانا بشيل التي تيوب بيعملوا كده. اول ما اشيل التي تيوب التو ليمز دول هيضموا كده. بدل ما هم عاملين كده بيناموا كده. وتروح التي تيوب مالها؟ مسلوكه. فانا سلكت التي تيوب. خلاص سلكت التي تيوب اهو. التو ليمز دول على بعضيهم وسلكت التي تيوب. فلما سلكت التي تيوب بقى بعد 14 يوم يا الله يا ولي الصابرين يا الله. سلكت التي تيوب اهو. فضل عندي ايه المشكله لما سلكت التي تيوب؟ فضل عندي الخرم اللي في الكومن بايت ده، فضل عندي خرم صغير في الكومن بايت ده اللي كانت داخله منه مين؟ التي تيوب. التي تيوب كانت داخله من هنا، هنا في خرم في الكومن بايت ده. لو انا شلت التي تيوب بدري، لو شلت التي تيوب بدري البايت هيقع كده. هيقع فين؟ في البروتونيه. انما انا بسيبها 14 يوم عشان التراك ده يتكون. فلما التراك ده يتكون، فلما التراك ده يتكون هيبتدي شويه من البايت يمشوا كده. شويه من البايل يمشوا فين؟ في السايد واي ويطلعوا من الخرم في جلد العيان. يعني كلكم هنا بتسالوا سؤال. هو العيان حضرتك العيان حضرتك بعد ما بيشيلوا تي تيوب بعد ما بيشيلوا تي تيوب بيفضل في جلده خرم بيفضل في جلده خرم. الخرم ده هيقعد يدلع بايل اجابه اه. بعد ما بيشيلوا تي تيوب العيان بيبقى عنده زي بيدي ريجستر. هل العيان هيفضل طول عمره عنده خرم في جلده يقعد يعمل ايه؟ اي داتا بايت؟ لا. لان القاعده بتقول ايه؟ القاعده بتقول از لونج از المين باس واي شغال از لونج از المين باس واي شغال السايد واي كسترا دي السايد واي كسترا دي تبتدي تقفل بالتدريج. يعني ايه حضرتك تقفل بالتدريج؟ يعني هو العيان مثلا بيجيب في اليوم 500 ملي بايت. اول يوم 400 يعدوا كده و100 يعدوا كده. ثاني يوم 450 يعدوا كده 50 يعدوا كده. ثالث يوم 475 يعدوا كده 25 يعدوا كده. رابع يوم ان شاء الله ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل رابع يوم؟ ال 500 يعدوا كده وتقفل الدنيا مالها؟ تقفل وحدها بالتدريج. يعني التي تيوب جميله التي تيوب جميله التي تيوب جميله في حاجه. عارفين ايه الحاجه الوحيده الجميله بتاعت التي تيوب؟ انها مور فيزيولوجيكال. لان كده البايل ماشي فين؟ في النورمال باس واي بس في الكروتوكول ديدروسكوبي. ده نورمال باس واي ولا نوت نورمال باس واي؟ نوت نورمال باس واي. ده حتى العيب بتاع الكروتوكول ديدروسكوبي ان الاكل اللي في الديودنا ممكن يطلع فين؟ في الكومن بايت ده. فالتي تيوب بذاتها انها مور فيزيولوجيكال. من اللي انا شرحته بقى من اللي انا شرحته ايه العيب الوحيد بتاع التي تيوب؟ لا مش كده. هو في الاخر الفيسبوك هتقفل والعيان هيبقى زي الفل. بس في الاخر يعني العيان ده قعد معايا كام يوم على ما التي تيوب رجعته تاني يوم خالص. لا ده 15 يوم وشلتها. وخمس ايام على ما الفيسبوك ايه؟ قفلت. يعني العيان خد تقريبا كام يوم بعد التي تيوب عشان يرجع نورمال؟ 20 يوم 21 21 يوم. يعني بالبلدي كده بالبلدي كده احنا بنوصفها ان التي تيوب هوسه 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 وسخه كمان هوسه وسخه. حط تي تيوب طلع التي تيوب من بره سيبها كام؟ 14 يوم. بعد 14 يوم تعالى اعمل ايه؟ العيان شيل التي تيوب. وانت فاهم عن حضرتك لما تشيل التي تيوب هيبقى خرمك هيبقى جلدك خرمه كام؟ هيبقى جلدك خرمه هيبقى جلدك خرم يقعد يعمل ايه؟ يطلع بايل تقعد تغير عليه وربنا يسهل والسايد واي فيسترا تقفل. ده في حاجه مهمه جدا جدا جدا. انا بقول لكم لما بشيل التي تيوب لما بشيل التي تيوب لازم عشان السايد واي فيسترا تقفل
يكون المين ايه؟ يكون الايه؟ النورمال باس واي شغال. فلازم قبل ما اشيل التيوب اعمل حاجه. عارفين قبل ما اشيل التيوب لازم اعمل ايه في العيان؟ لا مش جي ار سي بي، ما انا عارف ايه جي ار سي بي من الاول. لازم قبل ما اشيل التيوب اعمل ايه؟ لازم اتاكد ان السبين واي باس واي شغال. يعني قبل ما اشيلها مش بنظام، قبل ما اشيل التيوب دي الفتره دي على اليوم ال 13 او ال 14 بنعمل حاجه اسمها تي تيوب كولنجوكس. ايه الفضول بقى عشان اوريكم تي تيوب كولنجوكس؟ ايه الفضول؟ شايفين الصوره دي؟ دي صوره مين دي؟ دي كومبايل ده، مين اللي جواها دي؟ تي تيوب. اتفرجوا لي بقى على الصوره دي. ايه رايكم في الصوره دي؟ طبعا ده كولنجوكس. السابقة هنا بقى ما دخلتش بالمنظار، السابقة هنا دخلت منين؟ هي دي التي تيوب. يمكن الصورة دي أحلى. عارفين ليه الصورة دي أحلى؟ لأن التي تيوب هنا لوحدها أهي. ده اللي بين فين؟ ده اللي بين هنا. اللي في كومبا ده وده هنا. ده سايد واي، والصورة دي حلوة برضه. ده اللي بين جوه كومبا ده. مش باين أوي أهو، شايفين أهو. يعني لو حد ركز في الصورة هيبان أهو. وده ليه؟ سلايد واي. مفيش حاجه في الطب اسمها شيري تي تيوب من غير ما اتاكد ان مين شغال المين باس واي. لان لو هنا في اوبستراكشن، لو هنا في اوبستراكشن، لو هنا في اوبستراكشن، دي هتفضل معاها بقى لغايه امتى البيلري فيسترا دي؟ على طول عمرها ما هتفضل. فبصوا لي مثلا في الصوره دي، دي مين خازوق؟ بصوا في الصوره دي حصل ايه في الصوره دي؟ دي تي تيوب اهي، تي تيوب. ايه اللي حصل هنا؟ في ستون اهي، في ديفكتيف كاسنتك اهو. في ستون امباكتيف كمان. دي حاجه تحت قفا اهي، دي حاجه تحت قفا. عيان زي كده، عيان زي كده ينفع نشيل تي تيوب؟ طب عيان زي كده نشيل تي تيوب؟ مفيش حاجه اسمها اشيل تي تيوب من غير ما اطمن ان السكه ايه؟ شغاله، السنين مصروي سالك، فلازم نعمل حاجه اسمها تي تيوب ايه؟ كولنجوكس. طب انا في حته لاقي بتاع حضور، بتاع حضور عشان اشرح لكم الحته دي. انا في حته لاقي، يعني ايه في حته لاقي يا حضرتك؟ يعني ما عندي في حته ما عنديش امكانيه ان اعمل وضع، ما عنديش امكانيه اعمل ايه؟ تي تيوب كولنجوكس. اهي تي تيوب اهي. عندي تيوب على اليوم ال 13 لازم احرم منها صبغه واعمل تي تيوب كولانجيوغرافي. ما عنديش امكانيه ان انا اعمل تي تيوب كولانجيوغرافي، اروح اعمل كلامبنج. لو ما عندكش اوبشن انك انت تعمل تي تيوب كولانجيوغرافي لازم تعمل كلامبنج قبل ما تشيلها. ايه فاتح الكلامبنج ده؟ ايه فاتح الكلامبنج ده؟ قفلت السايد واي، قفلت بختبر التي تيوب. انا بختبر السكه، انا قفلت السايد واي. فلو قفلت السايد واي ولقيت العيان، ولقيت العيان نو جوندس نو فيبر نو بين، تبقى سكه مالها سالبه. طب انا قفلت السايد واي، انا قفلت السايد واي اهو، يا رب يفهم الجول. قفلت السايد واي ولك حظ امي النفس كان هنا في ميلت باثولوجي. انا قفلت السايد واي وهنا كان في ميلت باثولوجي. اللي عنده بكره الصبح هيجيله ايه؟ هتجيبه جوندس، هتجيبه ايه؟ فين؟ او يجيبه فيبر، هيجيبه فيبر من مطر. كولنجوكس. انا بختبر التي تيوب، بختبر التي تيوب بطريقتين، يا اختبرها بكلامبنج يا اختبرها بمطر. كولنجوكس. يحصل ايه كمان لو كانت السكه قافله؟ عارفين لو كانت السكه قافله هيحصل ايه كمان؟ ما السكه هنا قافله. السكه هنا قافله. البايل مش عارف يلاقي كده سكه يمشي، اللي هنا في حاجه قافله. يوم البايل يمشي بالعافيه بالسايد واي اللي ما بين التي تيوب والجلد. البايل يمشي من الحته دي. البايل نازل كده مش عارف يمشي، البايل هنا مش عارف يمشي، البايل هنا مش عارف يمشي، ما يلاقوش سكه غير هنا. تلاقي حصل حاجه غريبه في العيان. تلاقي حوالين
تي تيوب طلع كده من جلد العيان، طلع كده من جلد العيان، وحواليها مين بيطلع بالعافيه؟ مين اللي حواليه عايز يطلع بالعافيه؟ طيب تلاقي جلد العيان ابتدى ينشع ماي من حواليه داخل التي تيوب من هنا، يا رب تبقوا فاهمين الرسم. تخيلتوها ولا صعب؟ يا اسراء انت فاهمه ولا الخنجيله مش موجوده؟ تمام. لم يفهمها؟ قررت كده؟ حد عايز اعتراض في اليوتيوب؟ حد عايز يسال؟ لا خليك على جنب شويه. حد عايز يسال في اليوتيوب؟ حبيبتي ما بتبصلش ده يعتمد ان انا غالبا ما عملتش اكسبتوريشن من الراجل ده. لو انا من الاول ايمان بتسال، ايمان بتسال، طب وانت ايه اللي خلى حضرتك في ميت باثولوجي؟ الميت باثولوجي ده بيكون غالبا ان انا من الاول ما عملتش وط اكسبتوريشن من الراجل ده. لو انا عملت من الاول اكسبتوريشن من الراجل ده المفروض ما يطلعليش في الاخر وط ميت باثولوجي. اصل في عيانين رايحين بيعملوا يا حبيبتي، في جراحين بيعملوا بتاع العيانه يحط الفي تيوب ويطلع، في الدكتور يحط الفي تيوب ويطلع، فهمتني؟ ما هي كلمه السر كلها يعني العمليه اكولي. عارف احنا العمليه اللي بنيجي نسميها في الدبرداش بنسميها اسم واحد. برافو عليك، كومن بايد دكت اكسبتوريشن. سر نجاح العمليه دي في الكومن بايد دكت وات؟ رغم ان اسمها كوليسيستيكتومي، كومن بايد دكت اكسبتوريشن، كوليسيستيكتومي اهم حاجه فيها وات؟ كومن بايد دكت اكسبتوريشن عشان ما يطلعليش في الاخر خازوق اسمه وات؟ ميت باثولوجي. هتسالي في الفي تيوب ولا كلوتوكو؟ اتفضل يا فندم. لا احنا بنحط الهدف الرئيسي انها بقى في الكومن بايد دكت على ستاند. الهدف الرئيسي من تي تيوب هو الليمب داما. الهدف الرئيسي مش الليمب داما. الهدف الرئيسي هو الليمب اللي بيطول. من الليمب اللي بيطول ده انا بقى في الكومن بايد دكت برايمري على ايه؟ على ستاند عشان ما يحصلش ستريكشن. ده الهدف الرئيسي بتاع تي تيوب. الهدف الثانوي، الهدف الثانوي بتاع تي تيوب هو البتاع اللي بالايه؟ اللي بالعرض. فالتي تيوب ليه هدف رئيسي وليه هدف وط؟ ثانوي. وعشان كده عملوها تي تيوب. لان كان ممكن نعملها تي تيوب، كان ممكن نعملها ازاي؟ كان ممكن نقفلها على ستانت وخلاص. ها؟ ثانية بقى، انت ماذا تعمل كل دول؟ فيش منين؟ من تي تيوب.
على الأقل اللي فيش 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 ده يعمل إيه في الأسطول؟ يزولها تحت. فده أول حاجة الإيريجيشن والصلاة. ده أول أوبشن عندي. يعني الراجل خلي أسطورني، يعني أنا ببعت الراجل بتاع الأشعة بقول له أبوس إيديك ربنا يخليك، لو على التي تيوب بتاعتي تلعب فيه ميلد ستون يعني هات 7 8 لتر أبوس إيدك وحاول تعمل إيه؟ فلاشنج إنك أنت تعمل إيه في الستون؟ تنزلها بتاع بالظبط. ده أول احتمال. ما نزلش. ما نزلش. فش 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 مش عايز تنزل. ينفع أشيلها؟ ينفع المنظر ده شيل تي تيوب؟ لو شلت المنظر ده تي تيوب هعمل ايه في العيان؟ بينفذ له عمره كله. وعامل ايه بقى في العيان الاحتمال الثاني؟ الايديال بقى الايديال يعني من الاخر كده هبعت له حد ثاني يعمل قياس. ما فيش بتاع مش في عيان اسمها فاضي اسطول على حسب حجمها ممكن تعدي وفي ما بتعديش. مش في عيانين كان عندهم اسطول فاضي لوحدهم يا مهند ساعات بتعدي ساعات ما بتعديش على حسب حجمها. حتى لو كبيرة ممكن مع الضخ ما يعمل ده بقى والبتاع والضخ تمام؟ حلو. تاني بيسأل السؤال ده طب ما كده يا دكتور ما احنا كده قصة مأساوية. يعني ايه قصة مأساوية؟ يعني لو حسبنا السيناريو ان القرعانة دخلت في الموال ده كله عشان هي ابتدت في فيل دي ار سي بي، فلما ابتدت في فيل دي ار سي بي انت عملت كومن بايل دكت سبريشن وحطيت ايه؟ تي تيوب والراجل الحمار ما عرفش يشيل الستون وانت الحمار في برضه ميزد منك ايه؟ ستون. فانت في الاخر هترجعها لمين؟ الواحد بتاع اي ار سي بي بس نغير هرف. نغير هرف. نغير هرف. يعني نغير هرف؟ يعني اي ار سي بي ده لحد ما برضه في فاكتور اسمه اطفال. اوبريتور ديبندنت. يعني ايه اوبريتور ديبندنت؟ يعني محمد ما عرفش يشيل الستون اول مره، ما بعتهاش لمحمد ده، انا بعتها لمين؟ لاحمد، لان احمد ماله؟ اشطر من محمد، لان احمد اشطر من محمد. ودي الحركه الوسطى اللي كنت بعملها وانا نايم سينيور. يعني ايه الحركه الوسطى اللي كنت بعملها وانا نايم سينيور؟ يعني اكيد عملت حركات مش حلوه او يعني حاجات الواحد بيندم عليها. يعني ان احنا مثلا جت لي عيانه عندها كالكرو فراكتور جونز حلوه وانا نايم سينيور بخلص نيابتي، ايه علاج الكالكرو فراكتور جونز؟ اي ار سي بي سكسس ريت 90%. العيانه هتنزل تاني يوم الصبح تعمل وقت لابروسكوبي بوليسيستيك. مين اللي عملها لابروسكوبي بوليسيستيك؟ انا نابي سينيور برضه. حلو. ده نابي سينيور دايما معروف بالراحه كده ان نابي سينيور هو بيخلص نيابته بيحاول يشتغل اكبر ايه؟ اكبر قدر من العمليات عشان يبقى مدرس مساعد. المفروض يعمل ايه هو مدرس مساعد؟ يعني برضه مين؟ نابي سينيور. حلو. بعد كده جات لي حاله ثانيه كالكو فراكتور جونز عملت لها ايه؟ اي ار سي بي. ده عملت لها ما في الكتب الحاله الاكبر تعمل وقت اي ار سي بي وتعمل بعد كده وقت لابروسكوبي بوليسيستيك. نيابتي بتخلص نيابتي بتخلص وما عملتش ولا ايه في نيابتي. كومن بايل دكت اكسبلوريشن وانا نايم قذر وما عامل ايه؟ لا ما بصرفش قفشت الاي ار سي بي قفشت الاي ار سي بي تاني ابعتها لمحمود. ليه محمود؟ انا ما بيعرفش بالظبط محمود ما بيعرفش. فطبعا دي حركه وسخه بس في الاخر انا ماشي باي ذا بوك. يعني ماشي باي ذا بوك؟ ماشي باي ذا بوك. محمود ما عرفش يعمل وقت اي ار سي بي يبقى لي علاج بتاع العينه كومن بايل دكت اكسبلوريشن وايه؟ واوبن بوليسيستيكتومي بس خلاص انا مشيت باي ذا بوك. نفترض بعد كل الدعبكه دي لسه في ميز ستون مش هبعتها لمحمود بقى خلي عندي ده هبعتها لمين؟ لو حد شاطر ونقول له معلش حضرتك حاول تشيل لنا الستون. هنفترض بقى اوسخ قصه اوسخ سيناريو بيحصل. ايه اوسخ سيناريو ممكن يحصل في الحالات دي؟ ان محمود برضه واحمد ما يعرفوش وقت يعملوا اي ار سي بي. هنفتحها تاني ونعمل كلوكال ايزوتومي تاني ونقفلها على تي تيوب تاني. ازاي تتعامل مع ميت ستون؟ هتعامل مع ميت ستون الاول فش فش. تاني حاجه وقت اي ار سي بي. لو الاي ار سي بي فيل فور اوبن كومن باي دكت سيركوليشن المره الثانيه الاوبشن ده مش موجود في الورق ظبطوه. في اوبشن في الورق انا ما بحبوش خالص. الاوبشن ده واحنا وحده الهيباتوبيلري عمرنا ما عملناه. بس الاوبشن ده الله اعلم كتاب الاسم هينزله مندوب ولا لا. واجيب المحاضرات بتاعتنا مش هنقول الاوبشن ده ان الاوبشن ده ما بيتعملش خالص. في اوبشن كده انا طنشته. ايه الاوبشن اللي انا طنشته؟ الاوبشن اللي انا طنشته ان في بعض الكتب كاتبه
انك انت تحاول تدخل تشيل الاسطونه من التراب بتاع تي تي يو. هدخل احاول اشيل الاسطونه من التراب بتاع تي تي يو. تمام؟ الاوبشن الاخير ان انا احاول ادخل اشيل الاسطونه من التراك بآلات حديد بتاع تي تي يو. بآلات ايه؟ بآلات ايه؟ بآلات حديد. ادخل بآلات حديد من التراك واحاول اشيل الاسطونه. انا داخل بآلات ايه؟ حديد. يبقى لازم التراك بتاعها ما يسابش اسبوعين بقى. لان لما التراك يساب اسبوعين عمل وضع. عمل يدو فايبرز تراك ضعيف. عشان اقدر ادخل بالتراك ده، عشان كده انتوا بتقولوا ده حل سهل، ده حل زي الزفت. عشان اقدر ادخل بالتراك ده، بآلات حديد واشيل الايه؟ الاسطونه. انا عايز التراك ده يبقى جبس. عشان التراك ده ما يبقاش فايبرز يبقى جبس، اضطر اسيب التي كيو في العجان 6 اسابيع كمان. او 4 اسابيع كمان. عشان يبقى الفايبرز تراك ماله؟ صلب. وده طبعا حل نوع منطقي، حل نوع منطقي ليه؟ لان ما ينفعش اقول لعيال حضرتك، ما ينفعش اقول للعيال، يعني اقول للعيال حضرتك، اقول لحضرتك احنا غلطنا وفي ميلد ستون، فمعلش حضرتك التيوب اللي كان المفروض تشيلها بعد قد ايه؟ بعد اسبوع. ده تعمل عليها كوم دي، التيوب حضرتك كان المفروض تشيلها بعد اسبوعين، اضطر اسيب لك التيوب قد ايه؟ 6 اسابيع، عشان الفايبر تراك حضرتك يبقى اول فورم، عشان بعد 6 اسابيع حضرتك هتجيلنا، فنشيل التيوب وندخل حضرتك بآلات حديد من هنا، عشان نشيل اللي هي غلطتنا حضرتك اللي هي مين؟ ميت ستون. فده حل ماله؟ نان لوجيك بالمره، ده حل للمنطقي بالمره. هو على الورق يبقى على الورق يا رب يبقوا فاهمين، على الورق يبقى الحل ايه؟ حل حلو، ادخل لا يا حبيبي، انت بتدخل بآلات حديد في فايبر ستراك، يعني اول ما الآلات حديد تدخل كده ممكن تعملها كيف في التراك ده؟ بفرقعه خالص، ولا الناس بتقول له ايه بقى؟ يتلخبط وتلاقي الفايبر طلع من هنا والدنيا لعبت من هنا، فالحل ده نان لوجيك خالص. هي معروفه بالترتيب كده، لو في ميت ستون مع تيتيوب، اول حاجه تعمل ايه حضرتك؟ فلاشنج. ربنا سطرها مع الفلاشنج هنسمع زغروطه، ربنا ما سطرهاش مع الفلاشنج هرجعه لواحد تاني يعمل وضع اي ار سي بي. بتاع الاي ار سي بي فشل غصب عننا بقى هنضطر ندخل عن تاني عمليات ونعمله جوه الماي دارت اكسبلوريشن منين؟ من اول وجديد. فده مشكله تيتيوب. دي مشكله تيتيوب. وطبعا في عينين بقى، في عينين دول بتاعهم. ده في عينين بنكتشف عندهم الميت ستون بعد ما شيل التي تيوب. لو كان راح يعني شيل التي تيوب ونسي حتى يعمل وضع. تي تيوب كولانجيوجرافي والعين عنده ميت ستون. طبعا العين اللي عنده ميت ستون بعد ما شيل التي تيوب ده ملوش غير حل واحد. لا وقبل الاوبن دايما في حل. قبل الاوبن دايما بنلغي هو حل واحد نلغي له قبل الاوبن. يحصل. فانا راضي ذمته يعني باللي انا شرحته ده كله. التي كيو هاوس ولا مش هاوس؟ هاوس. هي فيها ميزه واحده. ايه الميزه الوحيده بتاعتها؟ مور فيزيولوجيكال. لما بتدخل تدوستومي العقل يروح بيته بعد يومين. بتدخل تدوستومي ده بياكل ويشرب ثاني يوم يروح. العيب الوحيد بتاع بتدخل تدوستومي هو نوت فيزيولوجيكال وساعات بيعمل ايه؟ يعني لو كومن باي دارك ما كانش دايليتد قوي ممكن الباي كلي طلع لفوق عمل حاجه اسمها وقت. عمل حاجه اسمها ايه لو الملوخيه طلعت من فوق؟ انا اسف. كولانجيوجرافي. ايوه دول اللي اخر سؤال. ايوه. طنشتها يا ابو جحا. الديستريبيوشن طنشتها. فاضل بس عشان ندي بريك، انت اخد قرار تي كيو وانت اخد قرار وات. انت اخد قرار تي كيو وانت اخد قرار وات. البروتوكول اللي وصله. الكلاسيك ان احنا ولا مش هقول الكلاسيك لان في جراحين بيعملوا كده وجراحين بيعملوا كده. في حالات معينه لازم اخد القرار واللي دول كنت تروح. يعني في حالات معينه ما ينفعش فيها تي تو. في حالات معينه لازم اخد القرار كل دول كنت تروح مين. في حالات معينه لازم اخد القرار كل دول كنت تروح. لازم اعمل بروتوكول تدوست في الحاجات دي، ما ينفعش اعمل تي تيوب. انت بقى لازم اعمل بروتوكول تدوست. لازم اعمل بروتوكول تدوست لو في ستون امباكت تحت مش عارف اشيلها خالص. لو في ستون امباكت تحت ما عرفتش اشيلها ولا بالاي ار سي بي ولا بالالات الحديد، لا
العقده ما ينفعش خالص اعمله تي تيوب، لان مين الباك تحت تي تيوب؟ الاسطول. يعني لو العين عنده المنظر ده لو العين في العمليه عنده المنظر ده ودي امباكت هنا امباكت خلاص مش عارف اشيلها ده ينفع اعمله على تي تيوب؟ امال اعمل ايه في الامباكت ستون تحت دي؟ خلاص انساها خالص انساها ولا كانها موجوده. هو يباص الامباكت ستون برضه اما يباص الامباكت ستون بايه؟ ولدوكو دي تنظر واسيبها بقى مع نفسها خلاص العين يعيش بيها يموت بيها تنزل بعد سنه تنزل بعد اثنين لو في امباكت ستون ده مالهاش حل غير فور وان ولدوكو دي تنظر. ده كان سؤالك يا باي قربتي قربتي. ايه الحل الثاني لازم اعمل فيه ولدوكو دي تنظر مين؟ لو العين كان عنده انتراباتيك ستون ستون عليه الانتراباتيك ستون هتيجي وما عرفتش اشيلها. لو في انتراباتيك ستون ما عرفتش اشيلها دي هتيجي على مين وتقف؟ هتيجي على مين وتقف؟ على تي تيوب. انما انتراباتيك ستون بعد شويه ممكن يحصل فيها ايه؟ تنزل في مين؟ في الجزء تنزل في الفرصه بتاعتي. فلو انتراباتيك ستون مش عارف اشيلها ايه؟ انتراباتيك ستون مش عارف اشيلها دي هتيجي تقف على تي تيوب هتيجي تقف على تي تيوب. انما لو في انتراباتيك ستون مصيرها ايه لو في يوم من الايام بعد الجزء دي تنط هتضعف ديونه. فدايما بنقول كده هتضطر غصب عن عين اهلك هتضطر غصب عن عين اهلك انك انت تعمل وقت جلدوكو دي تنصني لو في انفكتد ستون تحت او لو في انفكتد ستون دول ما ينفعش احطهم على تي تيوب خالص ما عرفتش اشيلهم. دول بقى مصيرهم ايه؟ هينزلوا مع نفسهم. انما النت ريزلت الباي ماشي الباي ايه؟ ماشي. الانترباتيك ستون في يوم من الايام هتقع في الجدر ودي في يوم من الايام هتقع في الجدر بس الضايق ماشي قصه ماشي. وبرضه عشان اعمل كروتوكو ديدروستومي يفضل دايما في كروتوكو ديدروستومي يكون القرار بالجاري لما تبقى كومبايل دارت مالها لازم تبقى بايليت لازم تبقى ايه؟ بايليت. ففي الاخر يعني اتخذ القرار في كروتوكو ديدروستومي ولا تي تيوب بيبقى عايز حد شغال بيه اللي شاف مليون حاله انه يقدر ياخد القرار اذا كان يفرق موقع الضغط على وقت على تي تيوب او على كلودوكو ايه؟ دودوكو. وبرا العرف كده في الاندر جاد برا العرف كده في الاندر جاد هو بيكتبوها كده في الامتحان بعمل كلودوكو دودوكو عشان بس من الاخر يعني ايه ما يقعدوش يطوه بقى اصل في ستون فوق اصل في ستون امباكت تحت على مستوى الاندر جاد بتبقى حلوه قوي بتعمل كلودوكو دودوكو مين؟ لو كومبايل ضغط مالها دايليتد وبتعمل تي تيوب لو كانت كومبايل ضغط مالها اقل من 15 ايه؟ مين اللي مش فاهمها بقى هي الغالبيه. طيب ما هو ريسنت في بقى؟ ما هو ريسنت في بقى؟ ما هو ريسنت في بقى؟ بعد كده بنختار في جوندس لا هقول لكم بقى البيبرز بقى اللي احنا حكينا فيها. شوف اي حاجه نرفع بيها رفعه معنويه لسه عندنا سيتنج ثانيه في شهر 7 يعني ايه سي بي تي؟ تفتكروا يعني ايه سي بي تي؟ اللي انا يعني اتكلمنا في البيت يعني ايه سي بي تي؟ لا ده الجمهور بيبدا دلوقتي يعني ايه سي بي تي؟ كومن بايل دكتورال اكسبلوريشن يعني ايه كلمه لابروسكوبك سي بي تي؟ لابروسكوبك كومن بايل دكتورال اكسبلوريشن ايه بقى ريسنت بتعمل؟ ريسنت بتعمل لابروسكوبك ترانسيستيك ريموفر اكتبوا ده على الشمال اكتبوا بس ربنا يكرمكم الكلام ده بقى له سنتين ثلاثه اه
طبعا في الامتحان ابوس ايديكو، في الامتحان ابوس ايديكو. لو حبيت تكتب كلام ادفانسد في الامتحان مفيش حاجه في الطب اسمها اكتب الكلام الادفانسد قبل ما اكتب الكلام الايه؟ الاساسي. فالاساسي ان احنا بنعمل اوبن كومنتال دكت اكسبلوريشن وبنقفلها في الاخر على ايه؟ يا تي تيوب. يا بنعمل ايه في الاخر؟ ده اللي احنا حكينا ريسنتلي. ريسنتلي حضرتك بنعمل لابروسكوبك ترانسيستك كومنتال دكت دوت ريموفال. ريسنتلي بنعمل لابروسكوبك ترانسيستك كومنتال دكت دوت ريموفال. فهمتوها ولا اشرحها؟ اشرحها يا حبيبي. يعني ايه لابروسكوبك؟ يعني دخلنا بمين؟ بالمنظار. وبعد ما دخلنا بالمنظار دخلنا من هاني فتحه؟ دخلنا من هاني فتحه؟ سيستك ضغط. دخلنا من فتحه سيستك ضغط بمين؟ لا مش باللابروسكوب يا فندم، مش هندخل من فتحه سيستك ضغط باللابروسكوب، هندخل من فتحه سيستك ضغط بمين؟ بالكولدوكوسكوب. ونعمل ايه في الحصه دي؟ ونعمل ايه في الحصه دي؟ نشيلها كده. دي حاجه ريسنت، دي حاجات مستحدثه، حاجات مستحدثه. لابوروسكوبك ترانسيستك كومنتال دكت دوت ريموفال. ريسنتلي بنتعامل لابوروسكوبك ترانسيستك كومنتال دكت دوت ريموفال. ايه؟ لا كل الكلام ده لو فيه دي اس بي يا فندم. كل الكلام ده لو فيه دي اس بي يا اسلام. كل الكلام ده لو فيه دي اس بي يا اسلام. العلاج الكلاسيك لغايه دلوقتي دي اس بي ثم لابوروسكوبك ايه؟ والسيستم. ده يمتلك على اسلام بتسال سؤال جميل. ده كان المفروض اقوله من الاول، هو ده بقى الحل الاجل دلوقتي ولا ده بعد فيل دي ار سي بي؟ بعد فيل دي ار سي بي بقى. بعد فيل دي ار سي بي لابروسكوبك. لا هنشيل كل ده طبعا. لا ما انت مش هتاكل الرقبه بقى يا مهند، نفس الفكره اللي يا ابني. بقول لو انا عندي عيل لو تعمل فون بال دكت سكوريشن بتبص الست بلاك وتاكل الرقبه، هسيب الحته دي مفتوحه مش شرط كده؟ السيت دي مفتوحه يا بابا. البوليس تيك بتاع الاوبتراكت جوندس ما بتبصش الست بلاك، بتربطها في الاخر خالص، اخر خط في العمليه. عشان تدخل من فتحه الايه؟ الست بلاك وتعمل ايه؟ الزون ريموف. تمام؟ فريسنت فيها بوليس تيك. والله الكلام ده عايز اقول لكم حاجه يعني، عايز اقول لكم حاجه يعني، عايز اقول لكم حاجه. يمكن انا بدرس الكلام ده وانتم فاكرين مثلا اوبا ده حاجه جديده. حبيبي الكلام ده اتدرس في عيادتي وصلنا رابعه الاي ام بي السنه اللي فاتت. يعني الدكتور هشام العهد لما قال الكلام ده الاي ام بي رابعه اللي هم خمسه دلوقتي، قال لهم ان في حاجه اسمها وقت. لابروسكوبك ترانزستيك ستون كومباي دكت ريموفر. دي حاجه جديده. دي حاجات مستحدثه. ايه تاني جديد بقى؟ ايه تاني جديد؟ لابروسكوبك ترانس كوليدوكال ريموفر. يعني ايه؟ مش فاهم حضرتك. يعني هو بيبتدي العمليه باللابروسكوب. هو بيبتدي والحاجات دي لو كتبتها في الامتحان بتفرق انك انت كلامك ادفانسد حلو. هو بيبتدي العمليه باللابروسكوب. هيحاول يجيب الاستونا منين الاول؟ هيحاول يجيب الاستونا منين؟ من السيستك دكت. ما عرفش يجيبها من السيستك دكت. ما عرفش يجيبها من السيستك دكت. هقوم يعمل ايه؟ هقوم يعمل لابوروسكوبك ترانس كوليدوكال. يعني هجيبها منين؟ من كومان بايل دكت ويقفلها ساعتها على تي كيو. ففي حاجتين ريسنتلي دلوقتي. في ريسنتلي لابوروسكوبك ترانس سيستك ريموفال ثم لابوروسكوبك ترانس كولدوكال ريموفال. عند عادي بقى لما بتعمل ترانس كولدوكال ريموفال لما بشيلها في الكومن بايل دكت بقفل الكومن بايل دكت عليه واخلص. بقفل الكومن بايل دكت على ايه؟ على تي تي. وبرضه هتسالوني نفس السؤال، ولو حضرتك ما عرفش يعملها باللابروسكوب عادي، الاجابه منطقيه. ما عرفش يعمل الكلام ده كله باللابروسكوب هنعمل ايه في العيان؟ لو ما عرفتش يعمل الكلام ده باللابروسكوب هنعمل ايه في العيان؟ فوق بنقلبه. لا اي عين فين باللابروسكوب بنقلبه. يعني ما كل حاجه احتمال دفشه، كل حاجه احتمال دفشه، كل حاجه احتمال دفشه، كل حاجه احتمال دفشه. يعني برضه لما كنا بنناقش البيبر دي يعني النيله، لما كنا بنناقش البيبر دي في اللجنه بتاعتي اللي بترقى بيها يعني، تمام؟ فاحنا كاتبين ان احنا السبعه اللي فوق دول، السبعه اللي فوق ان احنا عملنا 25 حاله. عملنا كام؟ 25 حاله. واحنا كاتبين في الريزلت ده ان ولا حاله قالت اوبن. ولا حاله حضرتك قالت ايه؟ هما بقى معايا في الدسكشن. يعني انتوا عملتوا 25 حاله ولا حاله قالت اوبن؟ بيقول لك حضرتك ده لما اتعملت البيبر دي في الهند خمس حالات اتقلب اوبن من 50. انتوا ال 25 حاله مش لابروسكوب؟ لازم 25 حاله تمشي ايه؟ لابروسكوب. تمام؟ ماشي ماشي الكلام. فده كلام ريسنت يعني. فهمتوها ولا الكلام ده صعب؟ فهمتوها
فاهم؟ بعدين بروسكوب فرانسيس سيرفكس كود ريموفال ده اللي انت كنت عايزاه يا هدى فين هدى؟ ده اللي انت كنت عايزاه اه ده بتعمل بالمصاري ده تمام؟ عرفتوا عليه ده بروسكوب فرانسيس كود دوكر ريموفال وفي تيوب كلوجر كودو بريك كل ده بالمناسبه ربنا يخليكم كل ده بيتعامل معاه كل ده بيتعامل معاه بروسكوب كل سيستيك معايا انا بره اللي عايز يسال Thank you.